بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا انصرنا على أعدائك بالتمام والكمال يا حنان يا منان. أبا بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضا. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم في خدمتهم ولدان مخلدون. يعني لنا ناس بتخدمنا على الشر حال بالنسبة للي مش يتأذى، ومك المنظر لك هم يصيبهم الشر حين يعلمون عنا هذا الخير اللي فما غلمان يخدموننا إلى أبد الأبدين، بكل أدب ومدلك اللي تشتهيه بكل أمان يقولك عليك السلام. هذا يؤذيكم حين تأتيكم هذه الآية الكريمة، يطوف عليهم ولدان مخلدون. بماذا يطوفون؟ بأكواب وأباريق، أنواع من اللي مش تحوي الخمر وتحوي اللبن والعسل والماء الزلال. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، كأس تراها المنجات دو سورس دو سوا دو لو بور ولا دو لي بور ولا لو ميال بور او لو فان بور، كأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون. هل خمر إذا كان الآية هي تخص الخمر فقط، لا يصدعون عنها، لا يصيبهم صداع ولا ينزبون، ما يطردهمش ربي ما التمتع ذاك ولا يذهب عقله. هلا في الدنيا يذهب عقله حين وفما كلاب قاعدين يروجوا عبر تاريخ الإسلام، يروجوا لكونه الأمير الفلاني كذا هارون الرشيد كان يشرب الخمر لكن يشرب النبيذ، ما هوش خمر اللي ما يسكرش. لكن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم يقول لك ما أسكر قليلها كثير فقليل حرام. إذن حجتهم ضاحية باطلة لا نقبلها. ويقول لك اللي محرم هو السكر لا شرب الخمر. شو يتحايلوا على كلام المولى وقتل النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يقول في آخر الزمان لهذه الأمة اللي ليست بأمة، يقول يشربون بغير اسمها. يزول نشرب في البودكا، نشرب في الويسكي، نشرب في كذا وكذا. حطي بالك اللي لا تنطلي الحيل على ربنا ولا على نبينا عليه السلام ولا على أبسط خلق المنا أهل الإسلام. والسلام.